السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبي نغير البواجي. طبعا أنا فكيت وسبقتكم مثل هذه البراغي بلاستيكية تجيك. طبعا تكون هنا في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان. بعد ما تفكها بالمفتاح الزائد نبدأ نطلع هذا المكان. شوفوا شلون لان بيكون من زمان ما فكينا، فشوي شوي ويطلع. هذا ونفس الشيء الجهة الثانية يطلعونها، بس الجهة الثانية بها شغلة ثانية اللي هي هذا مكان البواجي. تطلع مثل هذي، هذا تطلع من مكانه. طبعا كلهم عندك هذي أربعة نفس السالفة. الجهة هذي بس الجهة هذي في شيء هناك يجيك تفكه عشان تقدر تطلع. اضغط لك شيء ابن المفاتيح مثل هذا المقص. وجا بالضبط تفكه اذا قدرت. كمله في يدك الباقي. فكينا نطلع مكان عشان ما يضيع، مكان محفوظ. تسحب هذه كذا يبقى هذا الشكل. هذا الشكل موجود شاري طقم كامل منها ومن زمان ما استخدمتها. نقدر نقول طلعنا. الحين نجي في مفاتيح مثل هذه